أهلا بكم من جديد. قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها. وأعلن المجلس في بيان اليوم تكليف مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية. وحث المجلس جميع العاملين في القطاع النفطي بضرورة تجسيد روح الشمولية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول عن تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة، مشيرا إلى أن ذلك هو ما عهد دائما في أبناء الكويت الأوفياء. تابع مجلس الوزراء بعميق الأسف أبالغ الاستياء النتائج والأثار السلبية المترتبة على تنفيذ بعض العاملين في القطاع النفطي لإضراب يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية، واستعرض الأبعاد والأثار والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والخسائر المترتبة على هذا الإضراب، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة والتي تطال سمعة البلاد ومكانتها، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مؤسسة البترول الكويتية على مختلف الأصعدة للتعامل مع تداعيات الإضراب، سواء على الصعيد القانوني أو في مجال تعويض نقص العمالة لضمان استمرار الإنتاج اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية والدولية. وقد أكد مجلس الوزراء على ما يلي: أولا، يؤكد مجلس الوزراء احترامه الكامل للحقوق الدستورية في خصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير، وذلك في إطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحق في الإضراب، وذلك لما يرتب الإضراب أو الامتناع عن العمل من أضرار جسيمة للمصلحة العامة، وفق لما أشار إليه ممثل نقابة أنفسهم، وهو الأمر الذي يجعل الإضراب خروجا وانتهاكا صريحا لأحكام القانون لا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه بأي حال من الأحوال، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصر جزاؤه وفق لأحكام القانون حفاظا على المصالح العليا للبلاد. ثانيا، يعبر مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه بجميع الأخوة والأبناء العاملين في مختلف الجهات والقطاعات في الدولة، مؤكدا بأنه لم ولن يدخر وسعا في سبيل إنصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءة المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات. ثالثا، إنه لا يخفى على أحد ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني أسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات جادة حاضرا ومستقبلا تستوجب من الجميع تجسيد روح المسؤولية الوطنية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول مع متطلبات مواجهة تلك التحديات وتغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة، وهو ما عهدته الكويت في أبنائها عبر تاريخها المجيد، ولا سيما أن بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الصادر يوم السبت الموافق 16 أبريل لعام 2016 قد أكد على أن مؤسسة البترول الكويتية قد التزمت بعدم المساس بحقوق العاملين بالقطاع النفطي ومزاياهم الوظيفية. رابعا، أن القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي يسري على القطاع النفطي قد أكد في المادة 103 على التزام أصحاب العمل ومنظماتهم باحترام كافة القوانين السارية في الدولة وأن يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف أو الخروج عنها. كما نظم هذا القانون آلية تسوية منازعات العمل الجماعية والتي يجب الالتزام بها، ولم تتضمن هذه الآلية الدعوة إلى الإضراب أو التهديد به. خامسا، إن مجلس الوزراء يؤكد على أنه يجب ألا تصل الأمور إلى ما يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها، فهذا ما يرفضه كل كويتي مخلص غيور على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته. وفي ضوء استنكار مجلس الوزراء ورفضه تعريض مصالح البلاد للضرر والمساس بالمرافق الحيوية بها في سبيل مصالح خاصة أو مطالبات فئوية، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية كل فيما يخصه بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والأضرار الجسيمة بمصالحها.
تكليف مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية. 3. حث جميع الإخوة والأبناء العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح المسؤولية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة، وهو ما عهد دائما في أبناء الكويت الأوفياء. هذا وفي أعقاب تنفيذهم إضرابا شاملا ومفتوحا اليوم، أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح أن القطاع لا يزال يعمل وفقا لمعدلاته الطبيعية بتزويد النقلات من النفط الخام والمنتجات البترولية، مما يؤكد للزبائن والعملاء أن مؤسسة البترول الكويتية قادرة على الإيفاء بمتطلبات السوق العالمي. وقال الشيخ طلال الخالد إن المؤسسة تسيطر على أزمة الإضراب المتوقع، مدللا على ذلك بالتقارير الآنية التي ترد للمؤسسة من الشركات التابعة والتقارير الواردة من قطاع التسويق العالمي التي تفيد بأن عمليات التصدير تسير ومنذ الصباح الباكر بشكل طبيعي، فضلا عن تحسن عمليات إنتاج النفط والغاز بشكل تدريجي في شركة نفط الكويت. هذا وكان عمال القطاع النفطي قد نفذوا إضرابهم الشامل والمفتوح صباح اليوم رغم الدعوات الحكومية لهم للتراجع وعدم الإضرار بمصلحة البلاد العليا، حيث توافد المئات بزي عملهم الرسمي إلى مقر الاتحاد في الأحمدي منذ ساعات الصباح الأولى. وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس خالد العسوسي نائب الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية. مساء الخير المهندس خالد. مساء الخير، حياكم الله. بداية، كيف تسير خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات الإضراب الذي نفذه موظفو النفط اليوم؟ خطط الطوارئ تسير على قدم وساق. خلصنا أول وردية، طبعا تحولنا إلى ورديتين تبدأ في الساعة الصباح وتنتهي في الساعة مساء، وتبدأ الوردية الثانية من الساعة السادسة مساء إلى ثاني يوم الساعة السادسة صباحا. إنتاجنا في شركة البترول الوطنية الكويتية بلغ 520 ألف برميل حسب خطة الطوارئ وحسب الإمدادات التي تأتينا من شركة نفط الكويت. كذلك إنتاجنا للغاز وتزويدنا لمحطات القوة الكهربائية وكذلك لمحطات تعبئة البنزين في دولة الكويت. نعم، ماذا بشأن المخزون للتعامل مع احتياجات المستهلكين مهندس خالد؟ بالنسبة لنا احنا عندنا مخزون كافي يغطينا تقريبا شهر كامل لكل المنتجات البترولية في السوق المحلية. كذلك هناك مخزون يغطي احتياجات وزارة الكهرباء والماء ومحطات القوى الكهربائية. مصنع الغاز يعني ينتج اليوم مثل ما تفضل فيه المتحدث الرسمي باسم القطاع عن طريق الحرس الوطني مشغلينه. كل أمورنا الحمد لله تسير بصورة طبيعية حسب الخطة، خطة الطوارئ. نعم، سؤالي الأخير المهندس خالد، يعني الكويت تصنف الرابعة في إنتاج النفط في الأوبك، يعني إلى أي مدى قد يؤثر هذا الإضراب على السوق المحلية والعالمية؟ هناك بوادر يعني إيجابية ومؤشرات تتكلم عن إن شاء الله زيادة الإنتاج في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. انتاجنا ان شاء الله سيرتفع وتصديرنا حسب يعني الخطط وحسب المبيعات الدوليه. عندنا يعني مخزون يلبي الاحتياجات وان شاء الله يعني راح نشوف يعني الانتاج يصل بعون الله في الايام القادمه الى مستوى الطبيعي. نعم، كان معنا نائب الرئيس التنفيذي في شركه البترول الوطنيه عبر الهاتف المهندس خالد العسعوسي، شكرا جزيلا لك.